حنايا فحال كل عام كنعملو فاصات بان كيف ما كتشوفوا مجامر كتجيبها كنعملو فحم بعض المرات. المهم اي حاجه كتخص عيد الاضحى المبارك العوام اللي فاتوا فحال هاد الساعه هادي كتكون شويش محركه، كتكون خدمه بدات وكيكون بيع وشراء موجود. هاد العام هذا مع كورونا يعني كنلاحظوا التاثير ديالها شويش، تاثير قوي على البيع وشراء ولا حتى الدراويش اللي خصهم يشريو الحولي، ولا كنظن داكشي في متناول. غير شني الدرويش باقي ما الدرويش بحال نقول لك باقي ما داكشي اللي كان مثلا موفرو باش يجيب به العيد وباش يجيب به داكشي ديال العيد، وهذا مشات له غير مع كورونا مع هاد الثلاث شهور هادي ولا اربع شهور نقول حنا يلاه اخرانية. مازال ديك الشهور الاولى كيكون بنادم باقي ما عارفش مرض في ماشي باقي ما عارفش، ولكن ملي عرف وعرف راسو راه ولازم عليه الحجر ولازم عليه بزاف الحاجات صافي الانسان فقد بزاف. كاين اللي بزاف فقد الخدمه ديالو، كاين اللي موفر شي بركه تسالات له الله يكون في العون. هادشي اللي كيجي عليك دابا انت هنا خدام وكتقول داكشي مع التيسر، كاين الانسان اللي ما كيتشطرش معاك، كاين اللي كيبقى فيك يعطيك مثلا بياسه تساوي 40 درهم وكيعطيك فيها مثلا 20 درهم، ما سبحان كتجبر ما تعمل. هذا هو حال السوق. انا خاوا كنوز الحوال، جبرتينا اذا عندي الهوندا انا ولا شي ورا كنوزو الحوال هنايا. كاين شي راه واز ولا باقي بنادم اخاوا شي كيتسنى الدعم شي كيتسنى الشركه هذاك، فهمتي؟ كل واحد شني كيتسنى، يعني نقدروا نقولوا الخاوا اللي كنتوقعوا من الحد الفوق والسهل لحد السبت. دابا كنشوفوا باقي راه واش ما كاينش بنادم، فهمتي؟ هذا العام بحال كل عام ممكن اقبال ولا كورونا بدلت بزاف الحاجه؟ انا ما نكذبش عليك، انا عامين وانا كنخدم هنايا، فهمت؟ يعني بحال العام اللي فات انا من ناحيه الثمن ديال السوق بحال، ولكن انت من ناحيه الراوج العام اللي فات كنا بدينا قبل الخا، ودابا كنشوفوا باقا سيمانه، فهمت؟ ان شاء الله خا وربي يعملها ان شاء الله الدراويش يعيدوا على شي ورا. اخي انا منير كندير الحواله في العيد بحق، دابا مقتول دابا السوق خاوي، انت كتشوف دابا يعني كاين الكسيبه والثمن غالي شويه، يعني الشاري ما كاينش، كلشي مازال خايف، كلشي مازال فهم حتى الفلوس من ما عندوش الله يحسن العون. حاولي دابا صغير كتعتبروا 180 2000 فرن 2000 درهم كيجي غالي من مقاصح بزاف الله يحسن العون، والامور قاصحه شويه الصراحه. داكشي علاش السوق مازال خاوي، كاينش يعني الشاري، انت كتشوف يعني كاين اي بنادم يعني اللي كيبيع الحواله والسلامه مهلل مبين المواطن هما اللي كاينين، واللي كيبيعوا الكورده هما اللي كاينين، اما الحوال الفلوس والو كاين شي فلوس بزاف الحوايج صغيره. بنادم الله يحسن العون دابا مزير 3 شهور ولا 4 شهور هو جالس وجا دابا العيد الله يحسن العون. 1000 درهم ما تكفيش شي بنادم، 1000 درهم ما يسردوا لك 1000 درهم ما تكفيك دابا انت تشري بها الحاولي ولا تكسب بها الدراري ولا شنو غدير بها 1000 درهم ما تكفيك والو، ما 1000 درهم ما فيها حتى حاجه، تشبرها من هنا تمشي لك من هنا، مولك راه كيعيط الحاولي كيعيط كلشي كيعيط. كنبيع قنبه الخاوة. كاين شي بيع يشرى ولا لا والو؟ عمر من الغلا واللي كيجي كيقول لك هذاك الشيء اللي كنشوفو في التلفازه ما كنشوفوش هنايا في السوق، في التلفازه كنشوفو الخا، هنا في السوق كنشوفو الغلا، والناس اللي كيجيو يطلعوا ويمشيو. عاملو كان هاد الشيء هذا كامل معمر، وهاد العام هذا مخاوي باقي حتى ما دخلوا الحواله. كاين شي غلا ولا لا؟ كاين الغلا عام 300 فوق. بحال اللي قال الزميل ديالي ما كاينه والو، حنا كنعيو ندورو ما نبيعو والو، اكس اي كيساومو كيمشيو بحالهم والو. حولي صغير كيقول لك 250 كاينه والو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.